تحدث أكثر عن أحوال الطقس والتوقعات خلال الساعات القادمة مع ضيفنا عبر الهاتف محلل الطقس في مركز الأرصاد الوطني الأستاذ عقيل العقيل. أهلا بك أستاذ عقيل، مساء الخير. إذن كيف هي التوقعات خلال الساعات القادمة؟ هناك حديث من المركز عن انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة، فقط على الشمال أم يشمل أيضا معظم مناطق المملكة خصوصا الوسطى والشرقية أستاذ عقيل؟ أهلا وسهلا. لا إن شاء الله يشمل الانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، حيث نتوقع أن تصل درجات الحرارة ما بين 0 إلى 5 درجات مئوية على المناطق الشمالية من المملكة، وبالتالي يتكون الصقيع. ويوم غدا إن شاء الله وعلى منطقة تبوك الحدود الشمالية الجوف حائل والزائر الشمالية كذلك منطقة المدينة المنورة، وبالإضافة إلى يوم السبت وفي وقت متأخر إن شاء الله تتأثر منطقة القصيم والزائر الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية بهذه الموجة والكترة الهوائية الباردة، سيكون انخفاض ملموس في درجات الحرارة إن شاء الله بإذن الله. فيما يتعلق بالأمطار والسحب الرعدية أستاذ عقيل، مع دخول الكترة الهوائية الباردة تصفو السماء تدريجيا من السحب على المناطق الشمالية بالمملكة، تبقى الفرصة مواتية لهطول بعض التشكيلات بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية، وبالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية إن شاء الله تعالى. جميل أستاذ عقيل، لاحظنا خلال اليومين الماضيين تقريبا في منتصف النهار تكون درجات الحرارة شوية يعني عالية أو مرتفعة، هل ستعود إلى انخفاض خلال الأسبوع القادم؟ نعم إن شاء الله، ابتداء من هذا اليوم المساء وحتى يوم السبت على المناطق اللي ذكرتها قبل شوية على الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة، وتعود إن شاء الله درجات الحرارة إلى الاعتدال التدريجي.